السؤال الثاني، هل قراءة الفاتحة جماعيا طالبات في المدرسة بقصد التعليم؟ قصد التعليم يكون انفراديا وليس جماعيا، لأن الفرد حينما يقرأ يظهر خطأه للجماعة وللمعلم أو المعلمة، أما إذا قرأوا جميعا بصوت واحد ذهب خطأ المخطئ مع صواب المصيبين، فليس هذا سبيل التعليم. أضف إلى ذلك أن القراءة الجماعية هذه بدعة لا أصل لها في السنة. أضف إضافة أخرى أنه في كثير من الأحيان يترتب بسبب القراءة الجماعية الإخلال بالتلاوة، لأن نفس القارئ أو القارئة يختلف طولا وقصرا عمن حوله، فبعضهم قد يستطيع أن يقرأ الآية بتمامها بنفس واحد، والآخر ينقطع نفسه عندما لا ينبغي أن يقف عنده بالنسبة لعلم التجويد. ثم من أجل أن يشارك الناس الذين مضوا في القراءة يأخذ حيث وصلوا، ويكون هو قد قطع الآية وأفسد فيها التلاوة، ولذلك لا يجوز القراءة الجماعية بأي زعم زعموا. فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، أي لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين، وهذا الإيذاء يقع في أكثر المساجد اليوم، وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة، ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جدا برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة الفجر مثلا وبعد صلاة المغرب، حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل 10 مرات، هذا التهليل 10 مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة، وعليها فضيلة عظيمة جدا، ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر، لأن في الجهر إيذاء ببعض المصلين. كيف ذلك؟ كثير ما يتفق أن بعض المصلين يكونون مسبوقين بركعة أو بأكثر حسب الصلاة، فحينما يرفع الناس الذين سلموا مع الإمام أصواتهم بالذكر فبذلك يحصل التشويش للذي قام ليأتي بما فاته من الصلاة، بل ويمكن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك، لأن من سلم مع الإمام فهو له ورد يريد أن يأتي بينه وبين ربه، لا يريد أن يشوش على غيره فيأتي بالأوراد والأذكار سرا، وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر فيشوشون عليهم فيقع الإيذاء في مثل هذا الإنسان. والرسول عليه السلام قد قال كما سمعتم آنفا:
لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت بالذكر، لأن هذا الرفع بالصوت للذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض المناسبات جائزا، لكن هذا الجائز إذا ترتب من ورائه إذا أمة لمسلم ما يرجب الابتعاد عنه. لهذا الحديث الصريح كلكم يناجي ربه ولا يجهل بعضكم على بعض من القراء، حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعا في التهليلات العشر مثلا يحصل إيذاء بعضهم لبعض، وهذا يلاحظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يتمم قراءة تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش ولا يستطيع أن يتمم بينه وبين نفسه لأنه بده يلحق صوت الجماعة، فيصبح حين ذاك هو نفسه اللي كان معهم وانقطع نفسه عنهم أصيب بالإيذاء بسبب هذا الجهر. أما لو ترك ونفسه فهو يقرأ على روية وعلى هدوء سرا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. من هذا الحديث جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغيل منقطع في الطريق غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله، فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذ يصل يقع هذا المحظور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة. هذا هو جواب ما سبق عنه السؤال.